هجوم الأفكار السلبية لا تجعلها ترى طريقها إليك. أحباؤنا، أنتم مركز القوة، أنتم مركز المحبة، أنتم مركز النجاح المطلق. لا تجعلوا الأفكار السلبية تخدعكم. دائما الأفكار السلبية تقترن بالبعد الثالث أو العقل الواعي. الأفكار السلبية لماذا تهاجم بعض الناس؟ لأن هؤلاء الناس يفتحون المجال لهذه الأفكار السلبية لكي تسيطر عليهم، لأنهم يؤمنون بها، ولأنهم يثقون ويؤمنون بالبعد الثالث. العقل الواعي هو مركز هجوم الأفكار السلبية عليك. وعندما تعرف الأفكار السلبية إنك القوة، إنك المحبة، إنك الجمال، إنك الإبداع، إنك الذكاء، إنك الروح، فهذه الأفكار السلبية سوف يتوقف هجومها عليك تماما. كل فكرة سلبية هي وهم، وكل إحساس بالخوف، بالقلق، بالتعب، بالضجر، بالانهيار النفسي، بالفشل، بالخوف من انتقادات الناس، بالخوف من المستقبل، بالخوف بصعوبة اتخاذ قرار، كل هذه الأفكار السلبية هي خدعة البعد الثالث. هناك سيدات لهن اعتقاد أنهن لا يستطعن الزواج ويصابن بالشك بأنفسهن، يخافن، يقلقن. هناك رجل يشعر أنه لا يستطيع أن ينجح في مشروع تجاري. هناك شخص آخر يخاف من انتقادات الناس. هناك شخص آخر يشعر أنه مصاب بأمراض لأن أخوه أو أبوه أصيب بنفس هذه الأمراض، فهو يعتقد أنه أيضا سوف يصاب بهذه الأمراض. وطبعا الواقع السلبي البشر يتفاعلون معه ومنذ آلاف السنوات، الحروب، الأمراض، الفقر، التوترات النفسية، التوترات العاطفية، الكره، الغيرة، الحقد، والتقسيمات بين الشعوب وبين الطوائف، هذه كلها علامات الخوف، وهذه كلها إشارة إلى هجوم الأفكار السلبية على الحضارة الإنسانية. والحضارة الإنسانية كلما ترحب بالأفكار السلبية فكلما هذه الحضارة الإنسانية سوف تعاني أكثر وأكثر وأكثر. أنت مركزك، أنت شخصيتك، أنت طبيعتك ليست الخوف. أنت مركزك، طبيعتك، شخصيتك النجاح المطلق، الفرح المطلق، الهدوء المطلق، لأنك من عقل الله، لأنك من روح الله. هذه قاعدة كونية، هذا قانون الله شرعه إليك عندما كونك، عندما خلقك. الله قال لك إنك مني لا تخف، أنا، أي الله يقول أنا أحيطك برعايتي، أنا أحيطك بمحبتي. والله يقول لك أنا الله فيك وأنا الله حولك. لماذا المخاوف، أي الأفكار السلبية، تهاجم الإنسان؟ لأن الإنسان انفصل عن الترددات الإلهية وآمن بالظروف السلبية، آمن بالفشل، آمن بالمرض، آمن بالكبر بالعمر، آمن بالموت، آمن بالحضارة السلبية، آمن بالحروب، آمن بالتاريخ السلبي. كلما أنت تؤمن بالانفعالات السلبية، كلما أنت تؤمن بالفقر، كلما أنت تؤمن بالمرض، كلما أنت تؤمن بالتعب، فأنت تكون مركز الهجوم للأفكار السلبية ترى طريقها إليك. ونحن نقول لا تجعل الأفكار السلبية
ترى طريقها إليك، لا تجذبها لأنها ليست من مقامك. الخوف، الفشل، التعب، الضجر، المرض، كل شيء سلبي ليس من مقامك، ليس من طبيعتك. طبيعتك هي النقاء لأنك روح. الإنسان أحباؤنا، دائما نكرر ونكرر ونكرر، ليس الجسم. الإنسان ليس الظروف الصعبة، هذا ليس الإنسان. تعريف الإنسان يساوي النقاء المطلق، الهدوء المطلق، الصحة المطلقة. ليس هناك إنسان حقيقي يصاب بمرض نفسي. هذا الإنسان الذي يصاب بمرض نفسي هذا إنسان غير حقيقي. ماذا نقصد إنسان غير حقيقي؟ بمعنى هذا الإنسان يؤمن بالمعاناة، يؤمن بالبعد الثالث، يؤمن بالفشل، يؤمن بالمخاوف. أي فكرة الآن تأتي على وعيك إذا كانت سلبية فهذه إشارات أنك الآن أنت تفسح المجال لها، تغذيها، ترحب بها، تستضيفها، تطعمها. فدائما نقول ونقول ونقول اغلق كل أبوابك أمام الأفكار السلبية، لا تستضيفها، لا تطعمها، لا ترحب بها، لأنها ليست من أصلك، ليست من ذاتك، ليست من كيانك. أنت نقي، تقول هذا، تقول أنا نقي، أنا روح. تردد هذا الكلام، تجلس في مكان هادئ وتقول أنا روح، وروحي من روح الله. تقول الله في داخلي، قلبي من قلب الله، أفكاري من أفكار، حياتي من حياة الله، مستقبلي من مستقبل الله. أنا مركز الأفكار الإيجابية، أنا المحبة المطلقة، أنا الإبداع المطلق. هذه هي حقيقتك. أي فكرة سلبية لو تجبر نفسها عليك تقول أنا أعرف هذه الأفكار السلبية الآن تأتيني، تقول هذا، أنا أعرف أن هذه الأفكار السلبية تأتيني ولكنها ليست حقيقتي. الفكرة السلبية كيف تأتي؟ هذا وضحناه في فيديو سابق. أيضا في هذا الفيديو سوف نناقش جزء مما جاء في هذا الكتاب العظيم A Course in Miracles، وأمامك هذه السطور باللغة الإنجليزية وأيضا ترجمتها إلى اللغة العربية. فنبدأ نقرأ قسم مما جاء في هذا الكتاب، هذه السطور باللغة الإنجليزية وأيضا نعلق عليها باللغة العربية. يقول الكاتب: My attack thoughts are attacking my invulnerability. It is surely obvious that if you can be attacked, you are not invulnerable. You see attack as a real threat. That is because you believe that you can really attack. And what would have effects through you must also have effects on you. It is this law that will ultimately save you, but you are misusing it now. You must therefore learn how it can be used for your own best interests rather than against them. Because your attack thoughts will be projected, you will fear attack. And if you fear attack, you must believe that you are not invulnerable. Attack thoughts, therefore, make you vulnerable in your own mind, which is where the attack thoughts are. Attack thoughts and invulnerability cannot be accepted together. They contradict each other. اسم الموضوع، يقول الكاتب: أفكاري السلبية تهاجم نقاط قوتي. فيبدأ ويقول إنه ومن الواضح جداً إذا أنت هجمت بالأفكار السلبية فهذا يعني أنك ضعيف. نعلق على هذه الجملة. يوضح الكاتب، يقول إنك عندما
تفكر بالظروف السلبية، تفكر بالمخاوف، وبغض النظر عن نوعها وحجمها وتعدداتها، بغض النظر حتى لو كانت مليون مشكلة، هذا يعني أنك ضعيف. وما هو الضعف؟ يعني ما هو تعريف الضعف؟ الضعف بمعنى أنك تؤمن بالأفكار السلبية، وتؤمن بالبعد الثالث، وتؤمن بالظروف السلبية، وتؤمن أنك الجسد، وتؤمن أن حالك هو هكذا سوف يستمر إلى الأبد. فهذا هو الضعف. يكمل الكاتب ويقول: فأنت ترى هذا الهجوم عليك هو تهديد حقيقي. أنت لماذا تفكر؟ أنت لماذا تحتضن الأفكار السلبية؟ أو لماذا الأفكار السلبية تهاجمك؟ لأنك أنت تعتقد بها. وتعريف أنك تعتقد بها بمعنى أنك تعتقد أنك مركز الهجوم. ركز على هذا السطر، نكرره. يقول الكاتب: فأنت ترى هذا الهجوم عليك هو تهديد حقيقي. يعني أنت تؤمن أن مستقبلك سوف تواجه في هذا المستقبل أمر سلبي فتخاف. يعني امرأة لا تستطيع أن تتزوج، هي تعتقد أنها لا تستطيع أن تتزوج، وبالتالي هذه الأحاسيس السلبية هي تعتبر تهديد عليها، لأنها سوف تقول: أختي تزوجت، أو جيراني لديها عائلة سعيدة وأنا لم أستطع أن أتزوج، أو لم أتزوج إلى حد الآن، إذن هناك خلل في شخصيتي. فهذا هو التهديد. يعني أنت اعتقاداتك، بمعنى أنت باعتقاداتك تكون تهديد لحياتك. يعني الاعتقادات هي التي تكون التهديد، وبالتالي الهجوم من الأفكار السلبية يكون سهل عليك، لأنك أنت تؤمن بالواقع السلبي. الاعتقادات التي تشغلها في وعيك تجذب الأفكار السلبية. السطر الثاني يقول الكاتب: والسبب في هذا لأنك تعتقد أنك مركز الهجوم عليك. هناك بشر يؤمنون أنهم غير محظوظين في الحياة، حقيقة هناك يعني إيمان ثابت وراسخ، يقول: أنا أفشل في التجارة، أو أنا لا أستطيع أن أنجح في الدراسة، أو أنا فشلت في هذه المحطة من حياتي، وفلان انتقدني، وخسرت في التجارة، وخسرت في فرصة معينة لم أستغلها. هناك بشر يؤمنون بالظروف السلبية، فبالتالي أنت تكون مركز الهجوم. يعني الأفكار السلبية سوف ترى طريقها إليك وعليك أيضا. ونقول لك: لا تكون أنت مركز الهجوم، أنت حقيقتك في كل ثانية مبدع. تقول هذا: أنا حقيقتي في كل ثانية ناجح، مبدع، رائع، جميل، لأن الله في داخلي. تقول هذا، وهذه هي الحقيقة، وأيضا ليست فقط الحقيقة وإنما الحقيقة المطلقة. يكمل الكاتب يقول: وهذه التأثيرات السلبية، أنا في السطر الثاني، وهذه التأثيرات السلبية، يقصد هجوم الأفكار السلبية، هي تؤثر من خلالك وعليك أيضا. إذن هي ترى الطريق إليك لأنك رحبت بها، ولأنك تؤمن بالظروف السلبية فهي تؤثر من خلالك. وأيضا ما هي النتيجة؟ النتيجة سوف تكون سلبية، يعني تؤثر عليك أيضا، بمعنى أن مشاريعك في الحياة سوف تكون دائما محاطة بالمخاوف، لأن أفكارك كلها مخاوف. فكل قفزة تريد أن تقفزها في الحياة، كل مشوار تريد أن تؤديه، أنت ترتبك، لأنها مسيطرة عليك الأفكار السلبية. وتقول لك الأفكار السلبية، تقول لك: أنت ضعيف، أنت لا تساوي شيئا، أنت كبرت، هذا مرضك حقيقي، هذه معاناتك حقيقية، هذا الشخص الذي تكلم كلاما سلبيا له الحق في التكلم ضدك لأنك لا تساوي شيئا. هذه الأفكار السلبية،
تسيطر على كثير من الناس. يكمل الكاتب أنا في السطر الثالث فيقول: إنه القانون، والذي هو وبصورة مطلقة سوف يحميك، ولكنك تسوء طريقة استخدامه، ولهذا فيجب عليك أن تعرف كيف تستخدم هذا القانون وبكل ما عندك من اهتمام بهذا الأمر، بدلا من أن يكون هذا القانون يعمل ضدك. القانون يقصد فيه وعيك، وعيك في الحياة، وعيك حول نفسك، درجة اتحادك بالعقل الكوني. فهذا القانون إذا لم تفهمه فيتحول هذا القانون ضدك. يعني أنت إذا تستمر أنه أنت تؤمن أنك فاشل أو أنك غير جميل، وإذا تؤمن أنك لا تستطيع أن تنجح في مشوار أو في خطة، فأنت تستخدم القانون ضدك. ما هو القانون مرة أخرى؟ بمعنى وعيك، درجة فهمك للحياة، درجة معرفتك حول نفسك، درجة معرفتك للكون الذي تعيش فيه، درجة معرفتك لقوى العقل الباطن. هذه كلها قوى هي لخدمة الإنسان، ولكن عندما لا تفهمها ولا تحفزها فبالطبع سوف يكون هذا القانون ضدك. ولهذا يقول الكاتب: كل ما عندك من قوة ومن اهتمام يجب أن تفهم هذا القانون، ويجب أن تحفزه في حياتك لكي تنجح في الحياة، لأن حقيقتك هي النجاح. حقيقتك أنت لست مركز الهجوم من الأفكار السلبية عليك، حقيقتك أنت لست الظروف السلبية، حقيقتك أنت لست الفشل، أنت لست الخوف، حقيقتك هي أنت الحياة، حقيقتك هي أنت الروح، حقيقتك هي أنت في الله، حقيقتك هي أنت الأبدية المطلقة، حقيقتك هي الإبداع، حقيقتك هي النجاح في أي خطة أنت تريدها لحياتك. هذه هي الحقيقة. يكمل الكاتب: لأن هجوم الأفكار السلبية سوف ينعكس عليك، فإنك تخاف هذا الهجوم. لماذا الناس يخافون من الأفكار السلبية؟ لأنهم يكونون مستقبل سلبي. يعني شخص ربما يخاف من دراسة معينة، فهو يخاف من هذه الدراسة لأنه يكون مستقبل فاشل في عقله، يكون مستقبل، وهذا المستقبل الذي في عقله هو عبارة عن صور، يقول يعني يتكلم مع نفسه فيقول: ربما أنا لا أتخرج من هذه الكلية، أو ربما لا أستطيع أن أجد عمل. فالأفكار السلبية تهجم عليك لأنك أنت تخاف هذا الهجوم، بمعنى أنت تكون قلق وتكون حوادث سلبية في المستقبل وهي غير موجودة. وعلى العكس من هذا، يجب أن تبني مستقبل مشرق لحياتك. يعني يجب أن تعيش الهدف وهو متحقق، لأن هذه هي حقيقتك. أي مشوار أنت تريد أن تحققه يجب أن تعيشه وهو متحقق. والأفكار السلبية عندما تأتيك فهذه كذبة العقل الواعي. وكلما تخاف من الأفكار السلبية عن طريق تكوينك مستقبل سلبي، هذه الأفكار السلبية سوف تهاجمك أكثر. يكمل الكاتب فيقول: وإذا أنت تخاف الهجوم عليك فهذا يعني أنك تؤمن أنك ضعيف أمام هجوم الأفكار السلبية. فكلما أنت تخاف الهجوم من هذه الأفكار السلبية بمعنى أنك ضعيف. الإنسان القوي لا يخاف من الأفكار السلبية. لماذا؟ لأنه لا يعترف بها أساسا، غير موجودة في واقعه. دائما يؤمن أنه منتصر، دائما يؤمن أنه يستطيع، دائما يؤمن أنه قوة. ويجب أن تكون هكذا، يجب أن تؤمن بكل ثانية أنك قوة، يجب أن تؤمن بكل ثانية أنك تستطيع أن تنجز مشاريع كبيرة، وتستطيع أن تكون قائد مميز، وتستطيع أن تكون إنسان سعيد. لأن حقيقتك هذه، حقيقتك هو أنك قائد مميز، سعيد، قوة، ذكاء، جمال، هذه هي الحقيقة. والسطرين الأخيرين يقول الكاتب: إن هجوم الأفكار السلبية عليك
تجعلك ضعيف بسبب محدودية مستوى فهم عقلك لهذا الهجوم. وهنا فهذه الأفكار السلبية، ولهذا السبب فهي ترى طريقها إليك. لماذا أنت تشعر ضعيف عندما تهاجمك الأفكار السلبية؟ بسبب محدودية فهم عقلك للكون وفهم نفسك. فالشيء المهم، يجب أن تفهم أكثر نفسك، ويجب أن تفهم أكثر العقل الكوني، ويجب أن تفهم كيف تتفاعل مع عقل الله الذي هو فيك. وعندما تفهم أكثر حياتك، وعندما تفهم أكثر العقل الكوني، وعندما تفهم أكثر ديناميكية العقل الباطن، فأنت تتنقى، يعني ترتفع إلى الأعلى إلى الأعلى، لأنك في رحلة الصعود أنت تترك الضعف. الأفكار السلبية دائما تهاجم الضعفاء، هي لا تهاجم القوي. من هو القوي؟ القوي هو الذي يتحد مع الله، الذي هو يرجع إلى حقيقته، الذي يرى نفسه أنه من الله، الذي يرى نفسه أنه نقاء، الذي يرى نفسه أنه نجاح، أنه هو أساسا الحياة. فالأفكار السلبية لا تستطيع على هذا الإنسان. ويكمل الكاتب يقول أنا في العبارة الأخيرة، يقول: هجوم الأفكار السلبية وقوتك غير من الممكن أن تقبل كفكرة، لأنهما يتعارضان بعضها مع البعض الآخر. ويعني الكاتب بهذا السطر أن الفكرة السلبية مع الإنسان القوي لا يندمج، غير من الممكن. وبمعنى أنك أنت الآن يجب أن تنفصل من الأفكار السلبية عن طريق تطوير قواك الروحية، لأنه القوة الروحية عندما تحفزها الفكرة السلبية تموت، لأن الفكرة السلبية لا تستطيع على الروح، لا تستطيع على الإنسان المتحد مع حقيقته. ولهذا يقول الكاتب، يقول أن الفكرة السلبية والإنسان القوي غير ممكن أن يعيشا معا. ليس هناك قوي ويستضيف أفكار سلبية، ليس هناك قوي ويصاب بالقلق، ليس هناك قوي ويعترف بالفشل. نعم، نحن نواجه فشل، نحن نواجه ظروف صعبة، ولكن هذا الفشل أو الظروف الصعبة يجب أن لا نفهمه على أساس أننا ضعفاء، بل يجب أن نفهمه على أنه هناك دروس في الحياة نستفاد منها. يعني الفشل لا تراه ضعف، وإنما تعلم منه. الحياة على الأرض هي مدرسة، فهذه المدرسة يعني فيها خطة، وخطة هذه المدرسة هو أنه نحن في كل يوم نتنقى بأرواحنا بأفكارنا إلى الأعلى إلى الله، نقوى أكثر، نصبح صامدين أكثر أمام الظروف السلبية، نصبح فرحين أكثر، نصبح لدينا ثقة أكثر. هذه هي مهمة الإنسان على كوكب الأرض، أن يتقوى، أن يكون ثقة أكثر، ضحكة أكثر، صحة أكثر، إلى أن يصل إلى الأبدية. والأبدية هي حقيقة الإنسان، الأبدية في كل شيء، الأبدية في الصحة، الأبدية في النجاح، الأبدية في الابتسامة، الاستقرار النفسي، أبدي. هذه هي الحقيقة. فهنا نحن على الأرض نتعلم من دروسنا التي ارتكبناها في الماضي، ومن أفكارنا ومن قراءاتنا وخبراتنا، نتعلم لكي نقوى، ونتعلم أيضا لكي نحب، ونتعلم أيضا لكي نفهم أكثر. والنهاية نحن طبعا نتحد في الإله، هذه هي خطة الله. خطة الله هو أن نحن نرجع إلى حقيقتنا التي هي في الله، أي في النجاح المطلق. نشكركم على مشاهدتكم هذا الفيديو، ونراكم في الفيديوهات القادمة.